شوف شي يقولها رياضة فقراء، وهذه الرياضة اللي يكونش عندك دعم من الوالدين ومن مسائل ولا حاجة، تقريبا مسائل يقول كان تقريبا ما يتبعوا كرة القدم، يعني مصير مجهول للرياضة مصير مجهول الجزائرية. إلا يكون عندك موهبة تروح تخرج منه، خاش تقعد هنا في القصر ولا في أي في الجزائر ما تنجحش الحظ راك تشوف فيه خارج الجزائر. خارج الجزائر، كاين إمكانيات كاين كلش، كاين الناس مستوى أقل منا راه نجح. لعبي الزميل تاعي في تيزي ويزو كان شارك معايا الكومبيتيسيون، انا ندخل نكمل ونريح وندوش وكذا كل شيء، مثلا ما دخلش راح شارك في كومبيتيسيون في الترك، دوك راه يروح العراق يشارك، راح تشوف في العراق باللي كاين مشاكل كلش، يشارك في العراق، شارك رغم دار كل الظروف انترفيو، اسمح دار انترفيو مع 22 قناة. بزاف رياضيين نصيبوهم يعانون من مشكل الدعم، انت واحد منهم، اسكو لقيت دعم ولا كل هذا التعب دعم يعني من مفهوم. امكانياتك الخاصة؟ أنا أعطيك حاجة، الدعم في العالم الحكومي مفقود عليها، ما يشتوش تنجح، يشتو هنا يدعموا الرياضي مستوى تاعو هابط عليه، بما يديرهمش بما يدير بما ينجحوا معاه، ما عندهم أغراض أخرى، فهمت؟ يجدوا مصالح أخرى، يبغوا يعرفوا ناس، باش كي تاع المستوى عالي تروح تلعب معاه وتروح بعيد، راه يصرف لك أموال، هو ماشي يصرف لك أموال. ولازم يضيعك عشان الناس ضايعين، حب يضيعك، وهي هذا كسترو قال الرياضه. الكاميرا امامك، اذا حبيت توجه يعني نداء للمسؤولين المعنيين بالامر وبخصوص وزاره الشباب والرياضه، يعني وش توجه لهم من هذا المنبر النداء؟ هذو ناس لا يعرفوا من معنى الرياضه، الرياضه دي العاب القوى هي في الاولمبيات دائما هي الاولى، البطولات العالميه دائما الاولى، راك تشوف المغرب انا نشوف الانجازات المخلوفين، ما نشوفوش الرياضه الاخرين، رانا نشوفو براء ده، نشوفو ده، بصح واش شتي هنا المسائل ما خلوش العاب القوى تقريبا نقول حطموهم، كاين عندنا مواهب اللي يقدر نقول لك تخدم 5 6 سنين وانت شامبيون دي مون، بصح الناس هذو مسائل عندهم اغراض اخرى، ما يحبش يروح يدير لك المستوى يقول لك بلا تشتي بلا تحصل مستوى عالي، بعد وين يدير بيكون مستوى عالي؟ عشان لا ماكش تمثلهم، تمثل روحك، ما شتيكش تنجح، ما شتيكش تشوفك في التلفزيون شامبيون، خاطر هو عليه محطم، يحب يحطمك. المسابقات اللي راهم يستناو فيك ابرزهم وين ويكثر؟ عندي سباق الاسبوع هذا نصف ماراثون وطني، سباق الواحات ورقلة، وعندي بعد اسبوع اللي نصف ماراثون تاع ورقلة ولا ورقلة ورقلة نصف ماراثون تاع الواحات ورقلة، وعندي لوفاتنا بالشهر هذا بطولة وطنية راح تكون على المباشر، انا عندك معلومة راح تكون على المباشر، لكن السباقات يديروا الصباح تكون مباشرة الصباح، ولكن السباقات مباشرة عشية يديروا عشية،